صباح النور يا جماعة، بيكم في الحلقة التانية. بصراحة يا جماعة، فاكرين مرة فاتت اللي احنا كنا عملنا خمسة او مش عارف ستة، المرة دي اللي هنعمل تمانية. ماشي، احنا اخر مرة كنا خلاص يعني مشينا القطة اعتقد. المرة دي احنا بقى هي عندها عيد ميلاد، طبعا الكيكة بتاعتها هيكون حاطة فيها ايه؟ طبيعي تكون حاطة فيها شمعة، فاحنا بقى ايه، هنغير الشمعة بصاروخ. تخيلوا بقى يا جماعه، عارفين الصواريخ اللي بتطير كده في راس السماء؟ عارفينها. انا بقى هحط لها، بس طبعا التي دي هتلاحظها، فانا لازم الونها باي حاجه او يعني اخفف اسمه ده هي ما تلاحظش يعني. بس ثانيه واحده، انا مش هحطها بره، بس يا ريت هتشوفي بس الشباك. ايوه استنى بس يا جماعه، انا عايز بقى الله يكون يمكن دي ما تكونش اخر حلقه، يمكن ان شاء الله نعمل حلقات كتير جدا عن سكالي فيوتشر 3 دي. يا جماعه دي جايه ناحيتي بجد؟ لا الحمد لله مش جايه ناحيتي، هي دخلت جوه الاوضه اللي فيها الكنبه اللي احنا كلنا عارفينها طبعا. ان شاء الله ما تخرجش. عشان كده كده كنت اشتريت دي اصلا في البدايه وانت كنت شفته يعني، عشان يعني ايه ما نطولش الحلقه يعني. طبعا طلعوا بعد كده في المطبخ، طبعا احنا هنجيبها من هنا كده. ايوه تايم تو بارتي كده، وما تخرج بره الاوضه هتشوف. طبعا يا جماعه احنا تايم تو بارتي تاني اصلا يعني. هابي بيرثدي تو مي، لا 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 لا، هابي بيرثدي تو مي، لا 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 لا. ايه ده يا جماعه؟ ها ايه ده يا جماعة؟ مين اللي توقع دي؟ ها؟ هديك ثلاثة من ثلاثة. ايه ده وانا بقى عمالة ومش كده ليه؟ ماشي، المفروض بقى نعلمها الدرس. واسمه ده؟ يا جماعة عارفين هنعمل ايه؟ هنحط لها العنكبوت في الكتاب بتاعها المفضل. تستاهليها بجد يا جماعة. انا هديكوا توقعات هي هتعمل ايه. يا اما هي اسمه ده، يا اما هتموت من الخطة، يا اما هتتخض جامد جدا، يا اما هتمشي من البيت. There's a competition going on. ايوه انا يا جماعه، انا نسيت اشتري اسمه ده الجوانتي، نسيت اشتريه. طب بصوا يا جماعه هعمل ايه، انا هدخل في مكان ال ايوه. طب ده كويس، انا محتاج اشتري. بصي انا مفهوم اشتري، انا بشتري لو انا يعني مثلا اشتري حاجه كده، بس احنا بصراحه حافظين كل الاغاني. بس مش يعني على فكره ده الجزء الاول، وخلي بالكوا ده مش اخر حلقه ان شاء الله يعني، لو عرفنا اللي بنعمل تاني اللي بنعمل تاني. احنا بقى المفروض دلوقتي نشيل ده ونحطه لها في الكلاس روم. عارفين ايه الكلاس روم؟ اوضه المذاكره. ماشي، هي طبعا بقى بتذاكر لنا بس مذاكره وحشه. ماشي، استنوا يا جماعه يا جماعه، هو ممكن لو عملت لايك ما تشوفنيش ولا لا؟ عملت لايك ولا لا عشان هي مش يا جماعه؟ بجد فرحان بيكم قوي عشان انتوا عملتوا في باري رام 2 دي، ولا في ارتي 2، وصلتهم بجد جامده جدا يعني. استنى يا جماعه، ابوكوا ادعوا انها ما تبصش ورا. لا السلم كان حشر، هي دخلت عند العنكبوت تاني. ده يا جماعه كتابها المفضل، ادخلوا عند الاستاديو ماشي. اوضه المذاكره انا هطلع بره عشان هي تيجي بسرعه، ولا هي جايه اصلا؟ لو في وقت معين المشكله، هو كاتب لك فوق بيخضع عليك بيقول لك انها انفينيت يعني ملا نهايه. هي بقى المفروض جايه دلوقتي. على فكره ممكن اقفل الكاميرا، بس انا استحاله اعمل كده يا جماعه، انا استحاله. عايزين نعرف هي جايه ولا لا، او حشرة الكاميرا انا ممكن تخفيها لك مثلا. هي مش قصدي تخفيها، تخفيها انا لو دخلت جوه الحيطه. فاهمين صح؟ استنوا بس يا جماعه، اجري قبل ما تيجي. انا مش بقول عليها ميس، دي ما تعتبرش ميس بالنسبه لي دي يعني، لو تقعد تضربنا واحنا نعمل فيها مقالب والحاجات دي ما تعتبرش ميس خلاص. ايوه ادخل يلا جوه بقى الفصل بتاعك. يلا وريني، يلا يا جماعة افكركم بالحاجات ولا انتوا افتكرتوها؟ يا ريت تكونوا كتبتوها في ورقة عشان مش هقدر افكركم.
ماشي ولا فكركم استنى، هل هتموت من الخضة ولا هل هتمشي من البيت من كتر الخضة ولا هل هتتخض جامد جدا ولا هل هيلزق في وشك؟ What on earth is that on my face? Oh, get it off me! Get it off now! مين اللي توقعها؟ هو انا قلتها ولا لا؟ شكلي ما قلتهاش. فهديكوا فرصة، لو اللي قال انها هتعتزل من البيت هديك 1.5، ولا قال انها تموت من الخضة لا بجد هديك 2.5 عشان نفسي ده اللي كان يحصل اصلا. واللي كان قال، وانا ما كنتش قلت الاختيار الثاني. جميل جدا. بصوا يا جماعه نعمل ايه؟ الشامبو بتاعها انا هضيفه للشامبو الحقيقي. لا هو من الاخر يا جماعه في شامبوين، في شامبو هي مش هتستخدمه وشامبو هي هتستخدمه. انا احط لها الشامبو، احط لها الشامبو اللي هتستخدمه. انا كنت اختار الشامبو ده اصلا هيطلع بقى مش هتبقى اختيار ثاني، يا اما هيخليها قرعه يا اما هيخلي شعرها يتكرمش يا اما هي اصلا يعني هيتلون. انا هديك اختيارات لده، واللي هيتوقع صح هديله 3 من 3. لا بلاش 3 من 3 دي صعبه، خليها 10 من 10. بس ما تكونش عارف اللعبه، ها يا ما تكونش اتفرجت على الفيديو، تكون اول مره بنتفرج على الفيديو، او ما تكونش عارف اللعبه حتى عشان يكون اللي اسمه ده التحدي عادي. ماشي اتفقنا؟ لو انت عارف الحاجه يا ريت يعني ما تغشش اي حد قاعد جنبك يعني، ده يا ريت يعني عشان البتاعه تكون حماسيه. لا احنا انا عارف مكان الشامبو هو عايزني اتفرج على اعلان عشان الاقي مكان الشامبو بسهوله. ده طيب بصوا يا جماعه تمسكوا ده وتكونوا يا جماعه اسمه ده انتوا اللي وتكونوا عارفين اللعبه. يا ريت لو انت عارفها او لو انت عارفاها يعني ما تغششيش اللي جنبك او ما تقولهوش يعني. فلو انت عارفه يا ريت يعني. بصوا يا جماعه سيبوا انتوا بتتصرفوا انا مش هتخانق. ايوه هي المفروض دلوقتي جايه تستحمى يا جماعه. فكرتوا بالتوقعات، يا اما تقرا يا اما شعرها هيتحرق يا اما شعرها هيتلون. هنشوف توقع مين هيطلع صح. وخلي بالكوا اعتقد كل مره بتتغير ولا لا؟ ايه ده؟ ايوه ده عماله تغسل في نفسها. فرحانة بشعرك يا جماعة؟ فاكرين ان انا قلت الاختيارات ولا لا؟ ايه ده؟ اللي كان قال شعرها هيتحرق 1.5، واللي كان قال شعرها هيتكرمش 2.5، واللي كان قال انها شعرها هيتلون للأسف. How will I be crowned مش لايقة قوي فيعني للأسف انا هديك نص. واللي كان قال ان شعرها هيكون قرعة طبعا 10 من 10. بس انا واحده يا جماعه انا غلطت في حاجه. انا كنت قايل من 10 ما قلتش من 3، فانا هقول 5 لكل واحد. ماشي دلوقتي عايزه تعمل ايه زمان؟ كنت هعمل ايه؟ انا هجيب زي البتاع اللي بيقطع ده او السكينه واقطع لها اسمه ده الكرسي اللي بتقعد فيه عشان دي الشمسيه دي عارفينها. انا هجيبها من الشد. ها ماشي انا كده معناه بالعربي الشد اللي موجود هنا. ماشي اللي هو البيت الصغنن عموما يعني. ماشي انا مش عارف اسمه بصراحه بالعربي يعني. هو ده يا جماعه بصوا هو اسمه شد. ده دايما مكانه ما بيتغيرش على فكره عشان تكونوا عارفين. انا هضرب لها الديستراكشن ده اللي هو بيسحبها دايما عشان ما اسموش جرز، لانها بتقول عليه انه غبي عامل شبهها. ايوه عايز اضرب لها البتاع يا جماعه. طب بصوا يا جماعه الواحد يكون ذكي برضه. انت تقول على حاجه غبيه، طب ما تبصي على وشك الاول ده اللي يمكن يكون العكس. يا جماعه انا بتكلم بجد، ده اي حد يقول صح يا جماعه؟ شايف فعلا كده ولا انا متهيألي؟ طبعا هي عقبال ما تروحش الديستراكشن اللي انا عملته لها ده، هو يعني الجرس اللي انا ضربته لها ده اللي عمال تقول عليه غبي، انا اكون كسرت لها الاسبوع ده. بس يا ريت ما تلحقنيش يا جماعة. دي جاية ناحيتي ولا ايه؟ يا جماعة لو بجد بصيت جنبيها، هي جنبي صدقوني بجد جنبي. بس انا ضربت لك الجرس يا غشاشة يا جماعة بجد. البتاع قرب يخلص، دي جاية ناحية الكرسي يا جماعة. عشان فاكر هنعيد البتاع هي ما كانتش صعبة قوي، بس يعني حاجة بس انا ضربت لك الديستراكشن بتاع انت بتقول عليه غبي ده. ارجوك يا جماعه دي جايه من ناحيه يا جماعه. عمركم شفتوا قبل كده يا جماعه؟ دي رخمه زيها كده. عمركم شفتوا
ميس كده عاملة بالطريقة دي، دي ما تقضي اصلا لو هي ميس اصلا جالك من الناحية دي. ايه الغباء ده؟ ايه الغباء اللي انت فيه ده يا بنتي؟ ما ممكن اقفل عليكي البوابة هاي. ايه ده؟ يا جماعة ايه الرخامة اللي هي فيها دي؟ يا جماعة طب بصوا انا هقعد هنا عند الزبالة دي عقبال ما هي تخلص او بس الجليل ده. متعصبة من ايه؟ متعصبة من ايه يا ريت؟ ده المفروض انا اللي اتعصب مني. تقعدي تضربينا في الفصل واحنا قاعدين ساكتين. بعد كده اقول لمدير الفصل يرفدها بقى وتجيب لها ميس غيرها. تعالي بقى من الناحية التانية بقى. يا شيخة ما تجيليش بقى من الناحية دي، ده انت رخمة جدا. يا جماعه الكاميرا ده اللي انا قصدي عليه، لما بتدخل جوه الحيطه ما بعرفش اشوفها، انا شايف رجليها مش عارف ليه. بتجري في ايه يا بنتي؟ انت مش شايفاني يا كدابه؟ ايه ده يا جماعه؟ ده انا قصدي عليه جاي من الناحيه الغلط. طب انت تدخل يا جماعه قولوا بس يا ريت ما تجيش في المطبخ، لان المطبخ فيه باب منه بيطلع على الجنينه. لو انتوا عارفين اللعبه هتفهموا قصدي، بس يا جماعه ما تكونوش عارفين اللعبه عشان التحديات. لما هقطع لها الكرسي يا جماعه يا اما هتتعور، يا اما اصلا مش هتقعد على كرسي، يا اما هي اصلا اسمه ده هتتشغل بحاجه تانية، يا اما هي اصلا يعني هتكون متوقعه اللي انا هعمله فيها وايه وتيجي عشاني، يا اما اللي هيحصل لها انها هتقع على دماغها ودماغها هتوجعها. فانا دي كل الخيارات دي كلها، حاولوا بقى تحفظوا عشان مش هقعد اكررها كذا مره. ها ايوه الحمد لله طلعت الدور اللي فوق يا جماعه. فكركم تاني، يا اما لو اقول لكم هسرحكم شويه يعني هخليكم باينه، يا اما دماغها توجعها، يا اما هي اصلا مش هتقدر تقعد على الكرسي، يا اما هتتعور. I just wanna relax by the poolside today. ممكن اديك 5 واللي توقعه هيطلع بالظبط طبعا 10، واللي توقعه هيطلع بين البنين ممكن اديله 3، لا من 10 لا ممكن اديك 4 مثلا. بعد كده هعملها من 100 ها، عشان بعد كده الحاجات هتكون يعني ايه شديده اكتر. والله يا جماعه بجد يعني لو توقعكم صح ماشي هل بس اضرب يا جماعه؟ بس انتوا بتكونوا عارفين كل اللعبه دي يعني مشهوره يا ابني. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، تخيلت شكلها وانتوا كنتوا دخلتوا معايا بجد جامد. فكرت انها جايه ناحيه دي، لا الحمد لله هي المره دي جايه ناحيه اسمه ده الكرسي. كويس فرحانه بشعرك يا رخمه. Stupid pest is finally gone from my life. هو الهبل ده جماعة، هو الهبل ده، هو انا قطعت لها الغلط ولا ايه؟ طب معلش بجد يا جماعة ايوه طب هو ايه يا جماعة ده؟ بصوا يا جماعة، طب بصوا يا جماعة الحل بصراحة انا هعمل ايه؟ انا هقطع لها البتاع اللي عند الترابيزه مني، كنت عملت كده انا بقى اشتريت عشان مش كل شويه اروح عند الشد. بس يا جماعه قولوا يا ريت انها ما تجيليش بقى، يا ريت تطلع في الدور اللي فوق وانا اعمل بسرعه يا بنتي تعبان يا عم تنط في البسين، يا ريت تنط وتغرق. ايوه ضربت لك الديستراكشن. تعالي بقى يا بنتي انا غبي زيك ده، تعالي بقى. ايه ده يا جماعه؟ يا جماعه اللي عنده صبر دي ما تخليش يعني بقى عنده صبر، صدقوني بجد صدقوني لو انتوا عندكم صبر دي هتخلي الصبر عندكم بجد ينفس خلاص ماشي. صدقوني بجد دي رخمه خالص، والواحد او ما بيشوفها اصلا يعني خلاص بس ان هو يقتلها، ودي حاجه بصراحه يعني يكون من حقك انك تعملها هستريح ماشي. بس يعني اللعبه برضو جميله، عارفين ليه؟ ان احنا بقى كتير ما بنلعبش العاب اصليه، ده الكرسي اللي قعدت عليه وقفشتني فيه ماشي. جماعه هنا راح ناحيتي تاني ماشي، ده طبعا تيجي تكون عملت يعني حاجه جميله لانها تكون راحت في المكان الصح اللي انا عملت له. طبعا يا جماعه ساعات بتلخبط في البتاع، يا جماعه فكركم ولا انتوا فاكرين؟ ما مش شايفه فكركم، انا خلاص قربت ولا توقعين ايه يا جماعه؟ بص مش لازم بعد كده يا جماعه دي هدي توقعكم وانا بدي اختيار عشان اسهلها لكم. دراسه هتتوجع انا توقعت كده 10 من 10 ماشي. اي حد تاني توقع حاجه غير دي ممكن اديك 5 من 10، واللي توقع مثلا درجه اكبر من دي ممكن اديك 8 وهكذا يعني. طبعا هي بردانه احسن
طب بصوا يا جماعه وانا وانا عارف اماكنها وكاس ان انا اجيبها بس لازم اجيبها عشان يعني بالتالي اعرفكم مكانها يعني هي موجوده في الشد بتاع اللي بيحرق دايما موجود في الشد يا جماعه بتاع الشد ده شوف اللعبه ده هو ده اللي انا ايوه التاني موجود يا جماعه في المطبخ مش عارف انتوا عارفين مكانه ولا لا الحمد لله هي بعدت جدا يا جماعه بعدت جدا انا عارف المكان ده كويس بس قولوا يا ريت ما تقول هو انا عندي ايه الفكره في انك تحطي اللوك ده بتستفاد ايه يا جماعه الرخامه اللي فيها دي مش فاهم يا جماعه شكلها كده هنشتري شكلها كده هنشتري عشان ايه طب يا ريت تطلع في الدور اللي فوق اذا بتلعب بايديها فرحانه بايديك يا ريت بقى انا بقى يعني يا جماعه دي في وشي يا جماعه بجد دي في وشي وانا استحاله اشتريها لان لازم اعرفكم مكان استنوا بقى ما انا لو ضربت لها الجرس يروح هيشتو اصلا انا ما عملتلهاش الدستراكشن وقلت لها على الجرس ان هو غبي يا جماعه لازم يا جماعه طيب طب ما تبصي على نفسك يعني انا هقول لك نفسي هتقولي لي جرس غبي هرد لك على نفسي بصي على نفسي انا مش هقول عليكي كلمه وحشه بس انت بتتكلمي يعني بس انت بتقولي على نفسك ان انت لما تقولي على الجرس ان هو غبي الجرس ده بتاع مين بتاعك انت ما انت اللي اختيارك كان غبي انك اشتريتيه صح يا جماعه ولا لا انا اكيد كلامي صح يا نهار ابيض طب الحمد لله بجد ان انا لحقت يا جماعه دي كانت هتبص وراها بجد يا جماعه دي رايحه ناحيتي ها رايحه ناحيتي فانا ايه ده لا الحمد لله مش رايحه ناحيتي انا افتكرت انها رايحه ناحيتي هي اللي تدخل جوه الكنبه ايوه تدخل جوه الكنبه بجد ما هي داخله ولا لا ايوه هي طبعا عماله تلعب بايديها بقى ليها تلعب عادي ايوه وتقول لها دي كمان بس كده لازم تدوا لها ميه الاول عشان لما تدوا لها النيتروجين ومنقود النار طبعا ممكن بتاعه تنفجر في وشكم why did the fire suddenly stop burning بس لا يتوقع صح 100% بس هي باينه قوي ايه اللي هيحصل يعني اصلها باينه جدا يعني باين من العلامه اللي انا كنت شايلها وباينه ان الاعلان ده مكتوب عن مكتوب هنا شكل ايه بس خلي بالك وانت بحذرك بحذرك ها ايه ده يا بنت الدفايه جميله يا بنت ايوه ايه الخبط الدفايه انا ما اعرفش يا مالك انا متوقع بجد انها تتحرق بجد ليك 100% ماشي ولا كنت اتوقع قريب منها احط له 5 من لا 5 من مين هحط لك 50% ايوه بصوا يا جماعه بقى احنا هنعمل اشرح كده ايه ببطء كده عارفين يا جماعه المكان اللي هي راحت تستحمى انا احط لها جيلي فيه عشان هي تلزق فيه ماشي جيمي ستيم كان الواحد برد بجد انا جالي برد بسببك ايوه بدور على الجيلي طبعا هضطر ادخل المطبخ وهي اصلا في الدور اللي فوق دي حاجه جميله جدا يا جماعه بس مستوعب قبل ما تنزل بقى يا جماعه انا مش هلحق نضرب لها الجرس الاختيار الجرس اللي عامل زيك ايوه الجرس اللي عامل زي يلا تعالي تعالي روحي 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 لخيبتك اهي يلا روحي لنفسك يلا اهو دي نسختك دي نسختك ها مش غبي دي نسختك اهي يلا يا جماعه انا بجد هزاها كل شويه لا يا جماعه لا يا جماعه انا عايزه اكل شربها بجد عشان احنا بالنا كتير جدا وعمالين مستنيينها كتير ايه ده بيت لك الدستراكشن انا عملت لك الدستراكشن بتاع اللي عامل زي هو الحمد لله رجع تاني لا دي راح يا جماعه الاوضه لا مش ينفع يا بنتي تعالي بقى يا بنتي بقى يا بنتي تعالي بقى ايوه كده كويس بس كده ايوه المفروض بقى نرجع تاني بقى كده للمطبخ تاني يلا بقى تخرج بره بس يا ريت يا جماعه ما ترجعش بسرعه زي كل مره انا لو رجع بس انا هضطر اشتري وانا مش عايزه مرة زنقت فمش هينفع مش هينفع مفيش ان انا اشيل انا هضطر اسيب ببدأ عشان هي تفتكر ان انا مش موجود
اقعد ادور بقى وايه وكده. لا انتوا هتلاقوا جاي تحت الحوض. ماشي استني كده بقى يا جماعه، انا على الحق ولا لا؟ طب بصوا انا اخرج، قولوا يا رب انها ما تبص ورا. ماشي يا جماعه، انتوا تقولوا ربنا يستر. لو دعيت بجد ولا عم بستنى هدعي لكم بجد يا جماعه، بجد هدعي. ايوه يا ابني افتح لي يا ابني، عايز تفسد لحظتنا ولا ايه؟ ايوه بجد فكرت انها جت يا جماعه، وانتوا كمان لاحظتوا معايا ولا لا؟ ايوه بس كده بقى لونه عامل زي الرغاوي، وهي كان فوق خلاص يعني ما تشكش فيها. ايوه بس بدل ما تشكي فيها حط الشوكه فيك انت، ده اللي انا اقوله لك. دي يا جماعه تكسر جبهتها باي حاجه دي. ايوه اجري قبل ما تيجي. اقفل الكاميرا؟ لا بلاش، خليها موجودة. افرض جيالي الحق اهرب يا اما هعيد ده كله. ماشي يا جماعة، هي دلوقتي رايحة. بس بجد يا جماعة اللعبة جميلة جدا، يعني اللعبة دي بجد ممكن تكون يعني من اشهر الالعاب، ممكن تكون اشهر من في 2 كده. فكرت فيها بجد، فكرت فيها بجد. نو وات از ذس جرين ستاف جيلو؟ انا اتكسرت بس بجد، وانا عمال ارقص. بصوا يا جماعه هعمل ايه يا جماعه؟ مين هيضحك لو انا عملتها؟ لا انا هسيبها ليكوا انتوا، هسيبها لكل انتوا. بس تفرق لما انتوا قريتوا اللي انا قلته كده، المفروض تكونوا فهمتوا انا هعمل ايه. ها ماشي فاهم، مش محتاجه اقول لها حط لها ريحه وحشه جوه المكان اللي بتستحمى فيه، بس مش المكان الابيض الاصفر اللي جنبها. بس كده بصوا للاسف انا هيكون وراك اصعب انها قافله البطوط، فانا هروح للاسف من الناحيه الثانيه لان دي مش بجد. بس المشكله هي ساعات دايما يا جماعه بتروح البطوط، فقولوا يا ريت ما عايز بجد انكم تدعوا لي يا جماعه. يا ابني خلاص ايوه بس بصوا بقى يا جماعه هتجيب دي. ايوه يا جماعه دي قربت مني جدا. time for a nice team. يا جماعه دي جايه دي جايه في جدا. طب بصوا لا الحمد لله مش جايه. بصوا يا جماعه هعمل كل ما هعمله هقول انا محتاجه اجيب شكشك عادي مش هنخسر لو احنا جبناه. ايوه اكسر بيش البتاع اللي هتحطه لي ده، دي رخمه. بصوا يا جماعه الحمد لله. بصوا يا جماعه في حاجات طبعا ممكن تغلطوا فيها، لازم تقفلوا عليها الخشب ده عشان هي ما تلحقش تخرج، وانا هرمي لها الريحه الوحشه من فوق. تمام تمسحي الريحه دي بجد. الريحه الريحه دي يا جماعه يا بنتي الريحه دي جايه مني كده. بتكوني ما يمكن تكوني مثلا ايه عايزه تدخلي الحمام وما لقيتيش مكان مثلا. ايوه let me out. خرجك، لا خليك هنا خليك هنا، دي حاجه كبيره. ايوه كده ونامت بقى. ايوه ما الريحه جميله، تخلي واحد ينام بقى صح يا جماعه ولا لا؟ ايوه اللي بعديها بقى. ماشي يا جماعه انا مش فاهمه هي قصدها ايه. انا فهمت هو دلوقتي انا هعمل ايه؟ انا هجيب لها الدبان احطه لها في الطرد اللي جاي لها ده عشان لما تيجي تفتحه طبعا ايه؟ وانا يا جماعه في اماكن كتير جدا انا مش عارف مكانها. انا مش عارف ايه انا هشتري ده. ايوه واشتري صاحبنا. ايوه يا جماعه يا رب الفلوس بس تكفي اللي معايا دي، انا حاسس انها ممكن ما تكفيش. طبعا انا لقيت ايه اللي انا هحتاجه؟ خلينا نفتكر يا جماعه، استنوا اعتقد كده كفايه ان احنا ما نشتريش حاجه تانية، لان انا اشتريت الحاجات اللي فعلا يا جماعه مش بقفر ومش عارف مكانها. بصوا يا جماعه بقى السلم ده هيقع منكم في اي لحظه، ده بالذات ماشي، فيا ريت يعني تخلوا بالكم انتوا شايلينه وتقوموا تنموه غير لما انا اقول لكم تنموه انت ماشي، وممكن حتى ما تظبطش.
معايا يا نادي ماشي؟ فيا ريت هي ما تجيش ناحيتي بس. هي المفروض بدري جدا اصلا لما بتخرج بره، دايما بتخرج بره لو انا الهدف بتاعي بره وانا الهدف بتاعي بره، فهي ممكن تخرج. يا جماعه يا رب انها تظبط. ايوه الحمد لله. ايوه ايوه ده يا جماعه انتوا تعملوه، بس انا للاسف مش عارف اماكن الحاجات دي، فانتوا ممكن تبقوا تشتروها او لو معكمش بصراحه ما اعرفش مكانها هنا، فعشان ما نضيعش وقتي وقتي مين الوقت. بصوا يا جماعه عشان نكون اذكياء، لو انا ضربت لك جرس سبحان الله، لو انا ضربت لك جرس هي تخرجني ورا. بنتي مش عايزه اضرب لك الجرس. طب كمان اقول يا رب انها تروح الناحيه التانيه، هتروح افرح ساعتها ايه؟ هتكوني ميز بقى لو انت يا جماعه لو دعوه كل عملت كده مش عارفه اقول. انا هلعب اللعبه دي كذا مره لو انتوا فعلا بتحبوها، لو انتوا فعلا عملتوا كده بصراحه يعني. ارجوك ماشي يا جماعه معلش، بس هو برده اللعبه ساعدتنا كتير جدا وخلت احنا برده مش هنزعل اللعبه مننا ونقعد نقول لها ارجوك ما اعرفش. ايوه نحط لها دي جوه دلوقتي. رجعي لي يا جماعه، قولوا يا رب ان انا ارحم. انا بص هعمل ايه؟ هاخد الورد اللي مش انا فار بقى. ايوه وير از ماي دريس؟ قبل ما تيجي لي بقى انا فار. امال انت فار؟ امال انت فار كبير بقى مش فاهم، ولا انت مامة الفار الكبير بقى؟ يا جماعه يا ريتني ما خرجت، يا ريتني ما خرجت. يا جماعه طب الحمد لله بجد يا جماعه اللعبه بتحبني، الحمد لله هي داخله جوه البيت تاني. يا مش يا جماعه مش كنت برضه افتكر ان انا اصلا قاعده بره في الجنينه، انط من الشباك في الجنينه. ايوه طيب انا المفروض دلوقتي اروح ان نفتح البوكس ان شاء الله يا جماعه في حلقه تانية تالته ان شاء الله. دلوقتي المفروض اروح انها تفتح البوكس. يا بنتي انت هتلاقي حاجات جوه ما تعرفيش كده ولا صح يا جماعه؟ ولا بقول اي كلام. ايه ده؟ يا جماعة من بلي توقعه طلع كده طبعا 100%. ايوه يا عيني يا عيني توقع اقل من كده شوية 50. طبعا يا جماعة احنا كده خلصنا الجزء الاول كله. بص يا جماعة يعني ممكن نبقى نعمل حلقة تالتة زي ما سالة.